صباح الهنا وبونجور جدا على حضراتكم في كل مكان في العالم اللي بيتابع 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي. بحب حضراتكم وحلقه منتصف الاسبوع بقى خلاص النهارده الثلاث اسبوع يمكن جري بسرعه جدا، بس الحمد لله ان الاسبوع مليء بالاخبار الحلوه الخاصه بالنادي الاهلي اللي دايما اكيد بيسعدنا. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي ان شاء الله تسعدوا معانا بحلقتنا النهارده. الجدير بالذكر ان الجزء الثاني من الحلقه هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها كابتن أحمد عبد الغفار، وهو رئيس جهاز التايكوندو بمركز شباب الجزيرة، وكمان هو مدرب بالمشروع القومي للموهوبين. وتاني فقرة هتكون معانا فيها أو هيكون منورنا من خلالها كابتن أحمد سالم، وهو مدرب اللياقة البدنية والأحمال السابق لمنتخب الأردن، وملف مهم جدا اللياقة البدنية وملف مهم جدا الأحمال، وشفنا لها انعكاسات مش لطيفة قوي الفترة الأخيرة كذا مرة كمان، فأكيد الكلام هيكون مهم إن شاء الله. أنت لسه ما صحيتش؟ أنا نايم إكلينيكيا. أنا نايم إكلينيكيا. بس أنت عشان أروبا فأنت عارفة إن أنا نايم. ده مش كريم على لكن الشكل فكرة. العام بيقول إيه؟ صاحي. لا. مش لما صبحتي عليا صبحت؟ جسد بلا روح والله. مش لما كلمتيني رديت؟ حصل ولا بص أقول لك على حاجة، هو الصحيان بدري النهاردة أنا كنت رهيب كريم. رهيب. أنا طول رهيب. عمري يعني بصحى بدري، وبحكم إن أنا يعني البرامج اللي اشتغلت فيها قبل كده كانت كلها تقريبا برضو مورنينج حاجات صباحيه، فانا اخدت على كده. بس النهارده جاي الكريم بقول له الاول مره، بقول تصدق اقول لك على حاجه، انا اول مره احس ان انا فعلا تعبت من البرامج الصباحيه. انا بقى بس انا عمري كامل مساء وسهر. مساء وسهر. انا ازاي يعني؟ على كل حال طبعا برضو ارتباطنا بالبرنامج ما اعتقدش ان هو يعني اعتقد هو ممكن يعوض علينا، وما اعتقدش ان هو برضو حاجه تخلينا نتكاسل ان احنا نصحى الصبح. بجد خلاص احنا اخذنا على الروتين بتاع حياتنا ده، بس احنا ممكن نعمله من 12 ل 2 مثلا. ليه مش من 5 ل 7؟ ليه مش من 4 ل 6؟ حتى بصي الاعداد لذيذه ازاي ماشيه، من 4 ل 6، من 3 ل 5 كده. ده يبقى برنامج ايه ده بقى؟ بعد الظهريات اللي هو الشويه بتوع بعد الظهر زي الفل. نبقى ناخد راي الناس. طيب والجماعه تصوتوا معانا كده، عايزين برنامج في ميعاده ولا بدل ما احنا بنصوت لوحدنا. صباح الفل عليك يا كريم، وحلقه جديده. والنهارده عايزين نبدا كده وبدايه الحلقه نعلق على حاجه يعني اعتقد ان هي بتعبر فعلا عن المعنى الحقيقي للرياضه، واخلاق وتعاون اكيد ومنافسه راقيه، هي دي اللي احنا نعرفها، وهو ده الغرض اصلا من فكره حاجه اسمها الرياضه. وبنتكلم تحديدا هنا كمان يعني عن الاهلي. احنا عارفين قد ايه او عارفين اصلا في تاريخ الاهلي كده، احنا في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا خلاص، قطبي السودان الهلال والمريخ هنقابلهم، واكيد برضو مباراه سان داونز الجنوب افريقيا. وزي ما كنت بقول كده الاهلي معروف بتاريخه. اللي حصل بقى ايه حضرات؟ ان نادي المريخ كان عنده مشاكل في مبارياته وتدريباته، فبدون تردد يا كريم الحته دي بجد محترمه جدا، طلبوا من الاهلي استضافه جميع مبارياتهم في دور المجموعات على ملعب الاهلي والسلام عندنا. وعلى الفور الرد كان من النادي الاهلي بالترحيب واستضافه جميع المباريات وتوفير ملاعب للتدريب وكل ما يساعدهم في خوض المنافسات بتاعتهم. طيب النقطه هنا بقى الحاجة الحلوة واللي الناس علقت عليها، ان انت بتتكلم عن منافس، يعني انت بتتكلم هنا عن منافس ليك، منافس للأهلي، وفي اعتقد حاجة محترمة جدا ان انت بتتكلم كده قد ايه المنافس. حتى لما جه طلب من الأهلي ان هو يساعده على قصة ان هو يسهل له بعض المشاكل اللي عنده ويستضيف عنده المباريات على الاستاد بتاع الأهلي والسلام، الأهلي رحب بده جدا. فقد ايه ده بيعرفك قيمة الرسالة الرياضية اللي احنا بنتكلم عنها يمكن كل فترة في البرامج المختلفة الرياضية، الحب التعاون والرقي اللي موجود واللي المفروض ان يقدمه كل الانديه مش بس النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي معروف ان هو سباق في ده، وبرده ده مش كلام، الواقع وعلى الارض هو اللي بيثبت كلامنا. ولكن لما تيجي برده تتكلم احنا محتاجين نشوف الصوره دي يا كريم في كل الانديه طبعا. مش بس في طبعا. النادي الاهلي لازم كل الانديه تتعامل بهذا الشكل اللي يحسن مظهر وقيمه اكيد النوادي والرياضه في مصر، وكمان علشان نقدم الرساله دي في العالم. فاعتقد حاجه محترمه جدا، وفي الاخر انت بتتكلم عن مصر والسودان، يعني برضو بلدين أشقاء جدا وتاريخ بيجمعنا ببعض، وحاجة محترمة وترابط شعبي على مدار طبعا سنوات طويلة. فيعني حاجة عجبتني وحاجة كان ليها مردود محترم جدا على السوشيال ميديا. فيعني وده الطبيعي برضو لو هنروح ونتكلم، ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي أكيد. النادي الأهلي طول عمره فعلا إلى جانب كونه سباق ودايما ليه تاتشاته الشيك كده الراقية اللي دايما كلها بتصب في نهاية المطاف في المبدأ نفسه بتاع الأخلاق والروح الرياضية. بالمناسبة الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن ترحيبه بالتعاون والمساندة لكافة الأندية السودانية والعربية الشقيقة
في كل المحافل وعلى كل المستويات والأصعدة. هي دي الرياضة بالمعنى الحقيقي، إن احنا نتنافس مع بعض جوه أرضية الملعب فقط لا غير. بعد ما المباراة بتنتهي، بعد ما الماتش بيخلص، أيا كان ماتش إيه، أيا كانت الرياضة إيه، كلنا إخوات وحبايب، وده اللي لازم كلنا نأكد عليه للجيل الحالي وللأجيال اللي جاية كمان، لأن دي هي الأساس، دي حاجة أساسية جدا. المنافسة في حد ذاتها من حيث المبدأ شيء جميل، أمر صحي جدا، لكن إن المنافسة تتحول إلى صراع أو حروب أو أزمات أو تراشق أو تلاسن أو تلقيح أو تصريح، فده يعني مش ماشي حتى مع المبدأ، مش ماشي مع منطق الرياضة والمنافسة الشريفة والنبل عند مش عايز أقول الخصومة، عند التنافس. ده اللي بيثبته دايما النادي الأهلي في كل مواقفه وفي كل قراراته، ومش حاجة جديدة عليه، الكلام ده مش جديد، الكلام ده على مدار التاريخ دايما النادي الأهلي بيمد إيده يعني للتعاون ودعم الجميع بدون استثناء، وهي دي سمة الكبار الناجحين. يعني مثلا ماتش او الخبر اللي كان بيتكلم عنه نهاوند دلوقتي، ومساله ان النادي الاهلي يوفر لفريق المريخ ملعب، ما كان ممكن يقول لك وانا ايه اللي يخليني اوفر ملعب للمريخ، ده مش ده منافس ليا ومنافس قوي جدا في دور المجموعات. فبصوا اللي حصل كالتالي باختصار شديد، النادي المريخ فكر انه يطلب من النادي الاهلي واحتمال يرفض، يعني ما كانش مالي ايده قوي من النادي الاهلي ممكن يوافق على حاجه زي كده، لكن اللي حصل ان نادي المريخ الكبير طلب بثقه، والنادي الاهلي الكبير لبى بحب. روح رياضيه. فعلا. لا معاك حق، اعتقد كمان يعني السودان وهي بتطلب حاجه زي كده او النادي هو بيطلب حاجه زي كده، هو برضو في احتماليه الرفض من والقبول، ولكن اكيد هو كان عنده عشم كبير طبعًا. لان كل يعني عارف كل واحد سيرته بتتكلم عليه، فالنادي الاهلي سيرته محترمه جدا، سيره عظيمه على مر التاريخ واجيال واجيال ورا اجيال، فاكيد كان في برضو زي ما بيتقال ثقه ان النادي الاهلي فعلا هيلبي هذا الطلب. فعلى كل حال هننتقل لملف تاني، بس فعلا الواحد كل مره بيفتخر بالنادي اللي هو بينتمي، دي حقيقة ولازم كانت تقال. تعالوا بقى ننتقل برضو لخبر حلو جدا خاص بالجمباز، فريق جمباز الأهلي بس تحت 12 سنة ناشئين طبعا حقق كم ميدالية؟ 23 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة الجمهورية. على فكرة ده رقم كبير، ده مش رقم عادي، يعني إن احنا نحصل على 23 ميدالية وبنتكلم في ناشئين، لا دي حاجة محترمة جدا. دي منافسات الفردي طبعا العام حصد الاهلي فيها 6 ميداليات، جاءت على النحو التالي: 4 ذهبيه وفضيه وبرونزيه. وفي منافسات الاجهزه حصد النادي الاهلي على 17 ميداليه، اتقسمت ل4 ذهبيه 3 فضيه و10 برونزيه. فاكيد كل التحيه لجهاز الجمباز، وبيرأس طبعا بالنادي الاهلي رئاسه الجمباز محمد فؤاد، كابتن محمد فؤاد حبيب، وطبعا الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبات اللي اسعدونا واللاعبين اللي بيسعدونا. فخلينا برضو يعني نبارك لهم بنفسنا ونسأل عن الصعوبات ونسأل كمان عن الاستعدادات في الفترة اللي جاية. يا كابتن فؤاد، طبعا كابتن فؤاد محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي معنا على التليفون. كابتن فؤاد أنا بصبح على حضرتك أنا وكريم، وأكيد إحنا فخورين إن إحنا نقول خبر زي ده وسعداء جدا، بس يعني خلينا بعد ما نبارك نعرف من حضرتك برضو الصعوبات اللي واجهتكم. أكيد ما فيش حاجة بتبقى سهلة إن إحنا نفوز بحاجة وكمان حاجة كبيرة ونشرف دايما اسم النادي الاهلي، فبيبقى وراها كواليس يمكن المشاهد او احنا ما نعرفهاش، فخلينا نسمع من حضرتك، اتفضل. طب نحاول نوصل تاني كابتن فؤاد، لان اكيد كلنا بنبقى عارف يا كريم بنيجي ونقول الخبر، بنيجي ونقول احنا حصلنا على الميداليات الذهبيه، حصدنا البطوله الفلانيه، لكن قصه الكفاح دي بقى هي دي النقطه، يعني تيجي تشوف شخص ناجح لا وراه قصه كفاح، وراه حاجات ابس اند داونز، وراه صعوبات واجهها، كواليس كتيره جدا. حابين ان احنا كجماهير للنادي الاهلي نعرف ابطالنا برضو الرحله اللي مروا بيها لغايه لما وصلوا لتحقيق يعني برونزيات وذهبيات وفضيات وبطولات. دكتور محمد او كابتن محمد حضرتك سامعني؟ صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. مبروك مره ثانيه، وهعيد سؤالي على حضرتك، كنا حابين نسمع منك يعني قصه النجاح ونوصل دلوقتي بنتكلم في يعني 23 ميداليه، حاجه اكيد مشرفه جدا، فخلينا نعرف من حضرتك برضو الكواليس والصعوبات اللي واجهتكم، اتفضل يا فندم. صباح الخير نهوان، صباح الخير يا كريم، شاكر جدا ليكم. طبعا انتوا بتتكلموا على ناشئين 12 سنه، هم بالنسبة لنا احنا يعتبروا كبار، لان هم بيبتدوا الجمباز من عند 6 سنين، يعني دول بقى لهم 6 سنين بيتدربوا،
مرحلة 12 سنة هي مرحلة صعبة، بنلعب بطولة واحدة في الجمهورية، بطولة الجمهورية، بمعنى إن ما عنديش تعويض، يعني أنا مش بلعب دوري فممكن ماتش أكسب ماتش أخسر، لا أنا بلعب مرة واحدة في السنة، وبالتالي بيبقى التركيز بتاعي أثناء التدريب، يعني اللعيبة دي مخلصة البطولة السنة اللي فاتت ماشي، دلوقتي لعبوا نفس فبراير بقى لهم 11 شهر بيتدربوا عشان يلعبوا البطولة دي. كويس. طبعا قمة التركيز، قمة الاهتمام علشان نوصل ليوم واحد ربنا يكرمنا بيه نحقق كم الميداليات ده. طبعا طبعا اكيد حاجه مش سهله ابدا. طيب خليني اروح معاك برضو للابس اند داونز، الشق الخاص بالنفسيه، يعني ازاي كان الدعم، ازاي كان الحديث، فكره هنا فعلا ان الموضوع متوقف، هي مباراه يعني فاصله، فازاي برضو التشجيع، الكلام التحفيزي اللي حضرتك كنت بتقوله، خلينا نعرف منك الشق ده ايضا. اتفضل يا دكتور. طبعا لما بتكون البطوله قايمه على مباراه واحده يبقى لها اعداد نفسي خاص بالمساله دي، لو انا بلعب كذا بطوله او كذا مباراه مترتبين على بعض برضه ليها نوع تاني. احنا بنعود الولاد على ان هم يكونوا في هذا اليوم في احسن حالاتهم تركيزا واداء، وده بيجي طبعا من تركيز التدريب، يعني الجانب النفسي ما تقدريش بس تقولي له خليك كويس شد حيلة، لا اكيد طبعا، لكن هو لازم يكون مجيد في التدريب، والاختبارات اللي بيمر بيها بتبقى مشابهه للبطوله علشان يثق في نفسه من الناحيه البدنيه والمهاريه، ومع المواقف النفسيه اللي بنحطها فيه يوصل في الاخر انه يقدر يصل باحسن نتيجه ممكنه. طيب خليني اروح مع حضرتك بقى برضو يعني اخيرا للاستعدادات للفتره القادمه، برضو طمنا كده الوضع هيبقى ازاي، وايه الاستعدادات برضو الناشئين عندنا. اتفضل. احنا طبعا كل مرحله سنيه ليها نظام في البطولات وليها توقيتات، فاحنا شهر فبراير ومارس دول هم اكثر الشهور بنلعب فيهم، زي ما قلت لحضرتك كل فريق وكل مرحله سنيه ليها طريقه وليها نظام وليها احمال تدريبيه معينه. بنتكلم على صغيرين، احنا عندنا على فكره مرحله 6 سنين ليها بطولات، وعندنا الدرجه الاولى كبار رجال، فانت بقى كل مرحله من دول ليها نظام في التدريب من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن ناحيه الاعداد النفسي. فاحنا شغالين دلوقتي، يعني احنا يوم الخميس والجمعه اللي جايين عندنا كبار الدرجه الاولى وراس الدرجه الثانيه اللي هم اصغر من الدرجه دي. دول ليهم اعداد نفسي مختلف وطريقه تدريب مختلفه وكل حاجه مختلفه طبعا عشان توصلي للهدف اللي انت عايزاه. اكيد. على كل حال احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، واحنا كلنا كجماهير اكيد للاهلي سعداء بيهم جدا، وربنا يوفقهم في اللي جاي. يعني زي ما بتقال كده، احنا دايما برضو ثقافه هنا النادي الاهلي، وزي ما كابتن الخطيب كان بيتحدث، انا دايما عايز يعني اعمل بطل اولمبي من النادي الاهلي، فان شاء الله ده يتحقق في كل الرياضات كمان، يعني مش رياضه بعينها. شكرا ليك جدا دكتور محمد، شكرا جزيلا. حلو الواحد برضو لما تيجي تتكلم عن مصنع ناشئين اي رياضه تابعه للنادي الاهلي، مش فقط كره القدم يا كريم، يعني طبعا كره القدم دي قصه بقى لوحدها، ومصنع الناشئين بتاعنا اللي خرج ابطال وابطال على مدار يعني اجيال مختلفه زي ما حضراتكم اكيد عارفين، والواحد يعني لو قال اسم هيجي وراه 100 اسم تاني. ولكن لما تيجي تتكلم كمان رياضات مختلفه، انت عندك برضو مصانع للناشئين حلوه جدا، فانا شايفه ان دي بدايه، او مش بدايه، ده استمراريه لبدايه يمكن كانت سابقه بس حاجه محترمه، فبيثبتوا قد ايه هم بجد شاطرين، وبيحصدوا ميداليات وبطولات كتيره جدا ما كانش ده بنشوفه يمكن زمان شويه. احنا البرنامج ده بقاله قد ايه؟ احنا بقالنا اصلا في قناه الاهلي سنه ونص مثلا، سنه ونص. احنا في السنه ونص دول تقريبا بنطلع اي 4 مرات في الاسبوع تمام على الهواء. انا عن نفسي ما افتكرش في حلقه من الحلقات في مره واحده من المرات ما قلناش خبر ما متعلق بفوز لاعب او لاعبه من النادي الاهلي ببطوله ما، في منافسه ما، في رياضه ما. يعني حتى لو ما فزناش بنعوض يا كريم، يعني حتى لو في ماتش او بطوله راحت بتلاقي على طول الفريق عوض مره تانية، ده على كل اصعده وكل الرياضات فعلا. ده اللي بيخلي النادي الاهلي برضه النادي الاهلي، يعني بحجمه بثقله بتميز واختلاف وخصوصيه اللعيبه بتوعه في كل الرياضات المختلفه. على ذكر النادي الاهلي، لو حضراتكم كنتم متابعين حلقتنا امبارح، لو تفتكروا تحديدا في فقره الصحافه الرياضيه كانت معانا الزميله مريم سميح، وكنا بنتكلم على اهم المانشيتات، فكان في مانشيت جاء على يعني جريده الشروق لو انا مش غلطان، كانت الشروق اللي حاطه العنوان ده،
ضحية النادي الأهلي، وإحنا ابتدينا الحوار بإن الله مين ضحية النادي الأهلي وبناء على إيه هو ضحية النادي الأهلي. وطبعا لما سمعناها عرفنا منها التفاصيل وإليكم المزيد منها. أعلن نادي الهلال السعودي إقالة المدير الفني الأرجنتيني ليوناردو جاردين بعد الرباعية اللي تلقاها من النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. قرر نادي الهلال تعيين المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز كمدرب جديد خلفا لجارديم، ومن المنتظر أن يصل دياز إلى السعودية اليوم الثلاثاء لاستلام مهمته التدريبية بشكل رسمي برفقة جهازه الفني. وجدير بذكر أن يعني دياز كان فاز في فترات سابقة مع النادي الهلال بالدوري وكأس الملك، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أسيا قبل أن يخسروا لصالح منافسه الياباني في هذا اللقاء أو في هذه المباراة. وطبعا خلاص بقى مفهوم وبقى لنا كم يوم ما مفهوم يعني كلمة أو وصف ضحية النادي الأهلي، طبعا المقصود بيها المدير الفني اللي أصبح سابق لفريق الهلال على يد النادي الأهلي. لا طبعا هو هقول لك على حاجة، طبعا أكيد المباراة الأخيرة مع النادي الأهلي كانت مخيبة، ده بلسان الإعلاميين السعوديين والصحف المختلفة لو حضراتكم تابعتوا كانت مخيبة جدا. ولكن لو أنت رجعت برضو بتاريخ شوية جارديم مع الهلال، ربما كان هناك حماس في البداية، ربما كان هناك توقعات أنه هو يقدر يقدم كتير مع الهلال السعودي، ولكن ده على أرض الواقع لم يحدث. فدي نقطة، مش فكرة بس المباراة الأخيرة، دي حاجة. الحاجة الثانية اللي برضو اتكلموا فيها، قال لك طيب هو أداء مخيب، بس هل التوقيت ده الأفضل والأمثل ولا لا يا كريم؟ لأن تعرف دلوقتي هم لسه في الموسم، يعني الموسم الجديد ده خلاص قرب، فهل إحنا ننتظر لغاية انتهاء الموسم ولا نروح دلوقتي وننهي يعني التعاقد؟ ده كان حدث جدلي شوية امبارح تحديدا في السعودية. هو كتر ما النتيجة كانت تقيلة بجد والله العظيم، هم مش قادرين حتى يستنوا ولا موسم ولا غير موسم، الراجل ده لازم يتغير يعني باختصار. صحيح. وبرضه بالنسبه لرامون دياز، هو زي ما كريم قال هو كان مرن الهلال طبعا قبل كده ومرن الاتحاد قبل كده، بس ما كانتش تجربه ناجحه مع الاتحاد، دي حاجه. النقطه الثالثه اللي اتكلموا فيها برضه كان بيقول لك الهلال السعودي بيحتاج الى برضه اهتمام بالجانب النفسي، هل ده ممكن ان هو يتوافر مع رامون دياز ولا لا؟ فيعني جدل كتير جدا. وعايزه اقول لكم برضو القاعده الجماهيريه هناك اتقسمت، هل ده الوقت الامثل ولا مش الوقت الامثل، هل دياز هو الاختيار الامثل ولا مش الاختيار الامثل. بس على كل حال اللي حصل الخبر امبارح كنا منتظرين يعني جديد فيه، والجديد فعلا ان تمت يعني اقاله جارديم. نتمنى اكيد التوفيق للهلال السعودي، لان هو فعلا نادي قوي، وبنتكلم فعلا نادي عنده طموح كبير جدا ويستحق ان هو كمان يفوز يعني بطولات عديده، حقيقي يستحق. زي ما اتقال كده، حد بيحاول، حد بيكافح، حد بيأدي، فلا هو نادي اكيد فريق كبير وتقيل وعريق وليه تاريخ وليه جماهير ومحبين بالملايين، وعلى فكره ليه متابعين كتير من خارج المملكه العربيه السعوديه. احنا بنتكلم على واحد من الفرق المهمه هو جدا، هو كبير يعني. اسيا طبعا. فعلا يعني صحيح. كبير اسيا يعني، حتى قبل المباراه قلنا كبير اسيا التقي مع كبير افريقيا النادي الاهلي. تعالوا بقى نتابع درجات الحراره، لان الوضع الايام دي مش مفهوم يعني. يمكن الاسبوعين اللي فاتوا كنا عارفين الجو الصبح هيبقى حر، بالليل هيبقى برد جدا، لكن دلوقتي الوضع مش مفهوم. امبارح انا بعد الهوا رحت قعدت في مكان مفتوح، مش بهزر، دقيقه الجو حر، دقيقه الجو مش حلو يعني بالدقيقه، في حاجه ما كانتش مظبوطه. خلينا نتابع نطمن على درجات الحراره ونرجع نكمل.
نفسي مره تطلعنا انت فاصل. سني مش بتاع الكلام يعني ايه سني مش بتاع الكلام ده يعني مش كده. فاصل ده عايزه شباب وحيويه وطاقه جدا. لا ازاي اعملها بالطريقه الكلاسيكيه اللي انا بحبها. فاصل ونواصل. يلا يا كريم. يا ده انا عمري يلا يا كريم انا فليت عمري في طلعات فواصل وفي رجوع من الفواصل. جت موضه فاكر زمان من 10 سنين كان يقول لك فاصل ونواصل. طب فاصل ونرجع لحضرتك. اهلا بكم مره ثانيه. خلونا نروح نتعرف على اخر الاخبار واخر مستجدات النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه مع الزميله سالة حامد. سالة موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة اتفضلي. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم واكيد برحب بيك انا هواندو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ومن هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انت قلت يا كريم حاليا انا هكون متواجده معاكم عشان انقل لكم كل اخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وخليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم اللي اخيرا يعني هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مره اخرى على ملعب مختار التتش. النهارده ان شاء الله التدريبات الجماعيه هتبتدي يا كريم الساعه 4 والتجمع هيكون الساعه 3 وده هيكون من ضمن استعدادات الفريق للمباراه القادمه. يمكن زي ما احنا عارفين يعني نادي الاهلي من بطوله لبطوله من بطوله كاس العالم للانديه لبطوله دوري ابطال افريقيا. نادي الاهلي بدون راحه يعني هيبتدوا مشوارهم ان شاء الله في بطوله افريقيا يوم الجمعه القادمه وتكون يعني مباراه الذهاب امام نادي الهلال السعودي والمباراه اللي هتقام ان شاء الله يوم الجمعه القادمه في دوله السودان. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. يمكن النهارده ان شاء الله التدريبات يعني هتفضل مستمره لحد يوم الاربعاء وبعد كده الفريق هيسافر لدوله السودان عشان يعني يدخل في اجواء المباراه ويدخل في معسكر مغلق قبل المباراه ودي ان شاء الله المباراه هتكون في الجوله الثانيه لدور المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي اللي بدا بالفعل يعني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين يبداوا يرجعوا بشكل تدريجي للتدريبات الجماعيه ولكن اللي بيشارك في التدريبات الجماعيه عدد بسيط وجزء بسيط من لاعبي النادي الاهلي لان في جزء كبير جدا متواجد حاليا يا كريم من هواند في منتخب مصر عشان تصفيات كاس العالم للانديه المشاركه في تصفيات كاس العالم للمنتخبات عفوا لكره السله. فده بالنسبه لي يعني فريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. يمكن في 8 لعيبه موجودين حاليا مع منتخب مصر وهم ايهاب امين عمرو الجندي عمر طارق وسيف سمير عبد الله ناصر عمرو زهران واحمد اسماعيل وعمر عزب ولكن عمر عزب يعني بعد ما اصيب بكسر في الكاحل في التدريبات الجماعيه الايام الماضيه بيغيب عن التدريبات في منتخب مصر وكمان هيغيب الفتره القادمه عن يعني فريق النادي الاهلي بسبب الاصابه دي. الاصابه دي يعني احتمال كبير ان مدتها تطول فهيغيب عن كمان يعني البطولات القادمه والماتشات في بطوله الدوري. ده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه كمان يعني الفتيات الذهب او سيدات الطايره امبارح قدروا انهم يحققوا فوز مهم على نادي الطيران بثلاث اشواط مقابل لا شيء في بطوله الدوري والنهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمة واللي هتكون أمام نادي الجزيرة يوم الجمعة في المباراة اللي هتقام يعني على صالة الشهداء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والمباراة هتكون في تمام الساعة 8 مساء. كمان رجال الطايره او الماسترز النهارده تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي عندهم مباراه مهمه مع نادي مصر للبترول الساعه 2 على صاله المركز الاولمبي بالمعادي ودي هتكون ضمن منافسات بطوله الدوري المصري لكره الطايره. ورجال اليد النهارده هيستنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي او هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعه 4 على صاله امير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي سبورتنج والمباراه دي هتقام برضو على نفس الصاله بيتمرن عليها لاعبي نادي الاهلي وهي صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي والبطوله دي او المباراه دي يعني هتكون ضمن منافسات بطوله الدوري المحترفين لكره اليد. يمكن دي انا هواندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وكمان احوال الفريق الاول لكره القدم والاستعدادات لمباراه الهلال السوداني. اكيد انا معاكم لو في اي سؤال والان العوده مره اخرى للاستوديو. دايما معانا يا رب يا سلا بشكرك على التغطيه المميزه دي ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم على الصحافه الرياضيه. هنروح حالا.
نروح مقر جريدة الجمهورية تحديدا ومراسلتنا العزيزة نورهان طمان عشان نتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. يعني وهي أيضا هيكون معها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. طبعا بنرحب بيكي في البداية نورهان وبنرحب الأستاذ حسام الغرباوي، صبح لنا عليه. ومنشطات معاكي مهمة جدا، ومن المنشطات اللي لفتت نظري طبعا كالعادة برضو من الجمهورية أشرف حكيمي بيتحدث عن أن ريال مدريد رفضت استعادته، كان بيمكنها أن هي تراهن عليه يعني، لكن هي خسرت الرهان، وده طبعا بعد انتقاله من انتر ميلان. وبالمناسبة برضو حكيمي لسه مخلف من يومين، جاب ولد اسمه نعيم. خلينا نعرف تفاصيل منك أكتر، تفضلي. تفضلي نورهان. يا صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلتي من مقر جريدة الجمهورية، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، وتحديدا طبعا المانشيتات، ومعانا للتعليق عليها الصحفي حسام الغرباوي. ويمكن معانا أول خبر من موقع مصراوي، وده طبعا عن منتخب مصر والمواجهة المرتقبة أمام السنغال في المباراة الفاصلة لتحديد الصاعد أو المنتخب اللي هيصعد إن شاء الله لكأس العالم. رسميا فيفا يعلن مباراتي مصر وميعاد مباراتي مصر والسنغال. طبعا يمكن في متن الخبر انه الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلن انه إقامة المباراة هتكون يوم 25 مارس، دي اللي هتكون في القاهرة، اما المباراة اللي هتكون في السنغال هتكون يوم 28 مارس. تاني منشط معانا ومن يلا كورة، عجلة دوري أبطال أوروبا تعود للدوران بعد توقف شهرين. وزي ما احنا عارفين النهاردة إن شاء الله ريال مدريد هيقابل باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي هيواجه سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد توقف شهرين. طبعا الأجندة الدولية والمباريات كانت متوقفة. كمان خلينا نقول لكم من موقع الجمهورية أونلاين، حكيمي ريال مدريد رفض استعادتي. ده كان تصريح طبعا للمغربي أشرف حكيمي اللي بيتألق وبيقدم مستويات كبيرة جدا مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وكمان مع منتخب المغرب. وزي ما قلت يا نهوان، هو قال أنه ريال مدريد يعني يمكن ما كانش داعم لي في فترة من الفترات ورفض استعادته، وبناء عليه طبعا هو تألق دلوقتي مع باريس سان جيرمان وهو سعيد في الدوري الفرنسي. أما آخر خبر معنا فمن جريدة اليوم السابع، كريستيان إريكسن يعود المشاركة في المباريات بعد غياب 8 أشهر. طبعا النجم الدنماركي كان غاب عن المباريات ل 8 أشهر بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجأة في الملعب. ويمكن معانا طبعا زي ما قلنا لكم الصحفي والأستاذ حسام الغرباوي للتعليق على الأخبار اللي معانا. برحب بيك معانا يا أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك والإخوة في الاستوديو. خلينا نتكلم عن مباراة مصر والسنغال، المباراة المرتقبة، تصفيات، الناس كلها متفائلة رغم طبعا الخسارة اللي فاتت في نهائي كأس الأمم الأفريقية. التفاؤل ده تفسيرك ليه؟ التفاؤل هو طبعا جه بعد ما منتخب مصر ظهر بشكل متميز جدا، بشكل رجولي، بقى في إطار عام موضح قوة المنتخب اللي كان منتظر من بداية المنافسات، أيام من ساعة ما قابلنا نيجيريا في أول مرة وكان في إخفاق، ولكن طبعا قدر كروش وجهازه الفني إن هم يصل للتشكيل المناسب. وطبعا شفنا احنا المنتخب قد إيه كان ند قوي جدا للسنغال، وقدرنا ان احنا في خلال 4 أشواط ما قدرش يتفوق علينا خالص، واحنا كنا قريبين جدا بالفوز بالمباراه رغم الاخفاق، ولولا ضربات الحظ الترجيحيه يعني واخفاق بعض اللاعبين عندنا كان زماننا واخدين البطوله. فطبعا ده ادى حماسه كبيره جدا حتى للجماهير نفسها اللي نجدت بالمنتخب وقدمت له التحيه والتقدير، لانه فعلا كانوا ابطال وكانوا بشكل رجولي جدا، وعلى راسهم طبعا ابو جبل. فان شاء الله دي ادت دفعه معنويه قويه في خلال الاعداد للمباراه القادمه، وان شاء الله باذن الله انا متفائل خير، خاصه احنا خلاص خدنا الثقه، هيبقى كيروش عارف هو بيعمل ايه، وطبعا دلوقتي بيخطط ازاي احنا نجهز من خلال بقى ان احنا نشوف العناصر اللي عندنا ايه، نشوف الظهير الايمن طبعا احنا عندنا اكرم توفيق عنده اصابه. مين مش موجود في المنتخب حضرتك تحب تكون يكون موجود؟ والله احنا كان عندنا طبعا حامد، الناس كلها كانت طبعا زي قفشه طبعا
كتير اتكلم عليه. طبعا دي هتبقى برضو مش عايزين نفرض رأينا تاني، نرجع لنفس النغمة اللي هي بتأثر على الجهاز الفني والكروش رافضها تماما. احنا اهم حاجة يبقى المنتخب قوامه الاساسي كل واحد في مركزه عشان نأدي بشكل كويس وإن شاء الله نتأهل بإذن. طيب الخبر كان أنا هواند بتسأل حضرتك عن حكيم أشرف حكيمي، وخلينا يعني نسأل بشكل عام بقى، المحترفين أو نجوم شمال أفريقيا بعد تألقهم في الدوريات الأوروبية، عندنا محمد صلاح، عندنا رياض محرز، عندنا حكيمي، يعني شايف تجربة لاعبي شمال أفريقيا وطبعا المصريين والتوانسة والمغاربة شايفها إزاي في الدوريات الأوروبية؟ هي طبعا ناجحة جدا، وبقى أصلا الكثير من اللاعبين العرب والأفارقة بقى هم دعائم أساسية في أغلب أو جميع الدول الأوروبية أو المنتخبات والفرق الأوروبية، وده طبعا واضح جدا على رأسهم محمد صلاح. وطبعا نتيجة إزاي أن اللاعب يتم تأهيله بشكل كويس من خلال بلاده والسن المناسب، طبعا التزامه هو طبعا مع المنتخب أو الفريق اللي هو بيروح له، وده ظهر طبعا مع محمد صلاح وحكيمي، دول من الشخصيات الجميلة أو الشخصيات المؤدبة، بنقول بيبقى مجتهد قوي أنه هو عايز يوصل، وده اللي شفناه مع حكيمي ومشواره مع سان جيرمان اللي انضم ليه مؤخرا يعني. أشكرك جدا يا أستاذ حسام، شكرا نورتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا، شكرا جزيلا. طبعا ده كان لقائنا وتعليق الصحفي الأستاذ حسام الغربي والصحفي بالجمهورية على منشطتنا، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. بنشكرك وأكيد بنشكر ضيفك الأستاذ حسام، شكرا لك جدا يا نورهان. تعالوا بقى نروح لموضوع مهم جدا متعلق بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اللي أصدرت الحقيقة قرارات مصيرية جدا متعلقة بمباراة البرازيل والأرجنتين اللي تم إلغائها طبعا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022. اللجنة المنظمة كانت اقتحمت المباراة بسبب عدم خضوع بعض اللاعبين لمسحة كورونا الطبية، وبالتالي تم إيقاف المباراة اللي اتجهت بعدها إلى الإلغاء. فيفا أعلن في بيان رسمي إعادة اللقاء مرة أخرى في موعد ومكان سيتم تحديده لاحقا من جانب الاتحاد الدولي. كمان فرض فيفا غرامات مالية على اتحادي البرازيل والأرجنتين، إلى جانب إيقاف 4 لاعبين من صفوف التانجو لعدم الالتزام ببروتوكول فيفا بشأن المباريات الدولية. الغرامات شملت غرامة قدرها 500,000 فرنك سويسري على الاتحاد البرازيلي، 200,000 فرنك سويسري على الاتحاد الأرجنتيني، 50,000 فرنك سويسري إضافية على الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني بسبب عدم استكمال المباراة، إلى جانب إيقاف 4 لاعبين في المنتخب الأرجنتيني زي ما كنت بقول لحضراتكم. فطبعا يعني حاجة غريبة جدا، تحس إن في كبسة نزلت على أرضية الملعب واللعيبة دي شوية مطاريد عليهم أحكام نزلوا مسكوهم واحد ورا التاني. أنا بتفق معاك، بس طبعا اللجنة المنظمة لها الحق إن هي يبقى عندها شروط تتبع، لأن إحنا طبعًا بنمشي أو يعني إحنا تحت دلوقتي وطأة كوفيد أو يعني فيروس عالمي، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر لما بننظم أي بطولات أو أحداث يعني أو حاجات عالمية إن إحنا نلتزم. ففكرة هنا عدم خضوع بعض اللاعبين للمسحة برضو اللي هي أدت طبعا لإيقاف المباراة، وقلنا الخبر ده من فترة مع حضراتكم لو فاكرين، ممكن تكون تبعاتها سيئة جدا مش بس على الفريق، لا على البطولة ككل. فأنا بشوف ان الـ يعني الـ اسمها ايه الديتيرنس يعني اللي هو الردع ده بيخلي الى حد ما ده لا يكرر مره ثانيه. فانا شايفه ان ده كويس جدا. انا بقى كنت اتمنى كمان يكون في محاسبه للبطوله الافريقيه والتنظيم الاكثر من سيء. فاكر احنا كنا بنقول بعد انتهاء البطوله هل سيكون هناك محاسبه ولا لا؟ يعني حصل اخطاء كثيره جدا وتنظيم غير جيد بالمره، لا يليق بهذه القاره والمنتخبات التي تمثلها. فمعلش برضو الواحد عايز يعرف الموضوع خلص على كده ولا هيكون في محاسبه؟ انا اعتقد ان مش هيكون في، يعني احنا سالنا السؤال ده لضيوف مختلفين قال لك ما نعرفش، بس يعني الوضع كده ان مش هيكون في محاسبه. بس طبعا انا مع الحساب دايما، لما بيكون في محاسبه ده بيمنع او بيخلي البرسنتج انه يكرر مره تانية اقل بكتير. يعني بصي ممكن يفوتوا 100 حاجه لكن استشفاء الجردل ده لازم حد يتحاسب. الجردل ده والله الواحد بيضحك، بس هي حاجه محزنه الصوره دي والله هتفضل محفوره في الوجدان لسنين جايه قدام. يعني والله زي ما بحكي لك صوره غير قابله للنسيان،
كان محمد صلاح. مين اللي كان قاعد بقى ماسك في الجردل كان بيعمل استشفاء في الكازارولا الكبيره اللي هم مسلمينها للعيبه؟ كان السوليه وماسك الموبايل. بصي صوره عبقريه. صوره محزنه طبعا يعني من قمه التقدير والاحترام للكاميرون، ولكن احنا بنتكلم عن التنظيم طبعا. ما بنتكلمش عن البلد، بنتكلم عن التنظيم. التنظيم سيء، التنظيم يجب ان يتم محاسبه القائمين عليه، هو ده اللي بنتكلم فيه. على كل حال نكمل مع حضراتكم بقى. طب هنتكلم على التنظيم ولا على التحكيم؟ لا ما هو التنظيم داخل جواه بقى كل حاجة. يلا. خش ماشي طالما كده. كان بطولة يعني. ده ملف ما فيهوش كلام ده يعني. نروح بقى للرياضة العالمية وتحديدا لعبة هوكي الجليد بأولمبياد بكين اللي طبعا بنتابعها بقالنا فترة واللي أوشكت خلاص على الانتهاء. تأهلت فيها كندا لمباراة نهائية لهوكي الجليد للسيدات باكتساح بعد هزيمتها لسويسرا كان 10-3، وده هيخلي بقى خلاص يعني فريق أو كندا تروح تواجه الفينال مع أمريكا، واعتقد هنا هتكون المره الخامسه اللي بتنافس فيها كندا على الميداليه الذهبيه. خلينا كان في يعني اولمبياد بكين فازت اللاعبه الامريكيه كالي هامفريس باول لقب في منافسات المونوباب للسيدات في دوره العاب بكين الاولمبيه الشتويه 2022، ودي طبعا من ضمن الالعاب او العاب التزلج الشتويه الفرديه. كمل برضه في العاب بكين واللي تصدرت الاستوانيه فيها كايلي سيلدارو منافسات التزلج المنحدر، وحصلت على المركز الاول ونالت من النرويجيه يوهان كيلي للمره الثانيه. خلينا على كل حال نروح نتابع، بس عايز اقول لحضراتكم فكره هنا التزلج اصلا يعني المنحدر ده المفروض ان انت بتتزلج من منحدرات قوية جدا وفيها صعوبات وفيها منحدرات قوية وفي نفس الوقت بسرعة كام 152 كيلومتر في الساعة. أنا دخلت كده عملت سيرش طبعا في حاجة يعني سلة، وبعيدا تماما عن منافسات أولمبياد بكين الشتوية. كرة السلة، تغلب فريق مينيسوتا تيمبر وولفز على فريق انديانا بيسرز في الدوري الامريكي لكرة السلة، وفاز فريق مينيسوتا باللقاء ده بنتيجة 129 نقطة مقابل 120، وكالعادة كان لقاء قوي جدا كما هو حال معظم اللقاءات إن ما كانش كلها في طبعا كل أشكال دوريات كرة السلة في أمريكا. تابعوا معنا. هنختم بلعبة التنس اللي فاز فيها رايلي أوبليكا بلقب أساميهم غريبة أوي، بطولة بطولة أوبليكا ما علينا، بطولة دالاس المفتوحة للتنس، ده بعد ما تغلب على جانسون بروكسي بمجموعتين للا شيء. خلينا نتابع. طيب دي كانت الفقرة الأولى الإخبارية طبعا بما تحمله من أخبار مختلفة طبعا للنادي الأهلي والرياضة المختلفة وكمان الصحف المختلفة. خلينا نروح فاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية. اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا صناعه البطل دي حاجه تهمنا كلنا، يعني فكره ان يبقى عندنا ابطال كتير في مجالات رياضيه مختلفه ده امر مهم جدا للكل الحقيقه، وبرده كلمه حق لازم تتقال. الدوله بقى لها اكتر من 4 سنين يعني واخده خطوات جديه في هذا الاطار، يعني بقى عندنا دلوقتي حاجه اسمها المشروع القومي للموهوبين في ايه، في السكواش وفي كره القدم وفي التايكوندو وفي غيرها من الرياضات المختلفه. دلوقتي احنا هنتكلم عن التايكوندو وهنتكلم عن الموهوبين في هذه الرياضه بصفه خاصه، وكمان هنتكلم عن بطوله الجمهوريه الاولى للبومزه اللي هنتعرف عليها وعلى تفاصيلها من خلال طبعا ضيفنا اللي منورنا في هذه الفقره كابتن احمد عبد الغفار رئيس جهاز التايكوندو بمركز شباب الجزيره وايضا مدرب بالمشروع القومي للموهوبين. صباح الفل عليك يا كابتن، اهلا بيك. نورنا في 10 الصبح في اهلي وقناه الاهلي حقيقي كابتن احمد. معلش ايه البومزه بقى، نبدا من هنا عشان الناس تبقى مستوعبه معانا الكلام في الاول. البومزه دي شق من التايكوندو، يعني هو اللي هو القتال الوهمي بالحركات دي البومزة، حاجه زي الكاتا في الكاراتيه، زي الكاتا في الكاراتيه كده. اوكي. اه يعني ده استعراضي استعراضي. 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 أوكي.
هو قتال وهمي من غير اسلحه، اقل يعني شهره من التايكوندو بشكله العادي، واقل شهره من الكاتا المعروف في الكاراتيه. بالظبط، يعني اسم مش دارج. انا ونهاوند يعني ما سمعناهوش مثلا. عشان التايكوندو معروف الكروجي اللي هو الفايت، يعني ده هو الاكثر القتالي الاكثر، لان هو اولمبي فمعروف اكثر، وابطال اولمبيين مصريين كتير فيه وكده. طب الاعمار ايه فيها من صغيرين يعني؟ من اول 7 سنين الاتحاد بينظم بطولات، من اول 7 سنين لحد تحت 65 سنه. 65 سنه لسه. حلو ده. عندنا لاعب في 65 سنه 61 سنه تحت نزل البطوله، جاب ميداليه ذهب في البطوله الجمهوريه اللي كانت مقامه في نادي سموحه في اسكندريه. ده شخص ملهم جدا جدا جدا، يعني ده مثل لكل الابطال الصغيرين عندنا موجود، كابتن محمد عبد العزيز ده. جميل. واحنا هنتكلم طبعا عن كل الابطال، وهنتكلم عن حاجات كتير، بس لو تسمح لنا في البدايه نعرف المشاهدين اكتر بالمشروع القومي وربطه او الارتباط اللي ما بينه وما بين الفكره نفسها بتاعه صناعه البطل. المشروع القومي هو يعني حاجة مهمة جدا حصلت طفرة كبيرة جدا في جميع الألعاب بسبب المشروع القومي. خد كل الدولة ابتدت تهتم بكل الناشئين في المشروع القومي، جميع الألعاب، تايكوندو، سكواش، وجودو، والسنة دي كمان دخلت جميع الألعاب، الكورة وكل الألعاب. بيستخرج منه كل المشروع بأساس سليم من أول النشأ، بدنيا وصحيا، رعاية كاملة من الدولة للموهوبين، باختيارات بقياسات بكل حاجه، خصوصا للموهوبين اللي مش بينتموا لنوادي معينه. بالظبط. مش شرط يكون نادي معين او بيجيب من الاماكن الاقل كمان غير النوادي الكبيره اللي هي بتهتم اكتر، زي مراكز الشباب، زي موهوب، هو موهوب من حقه ان هو يقدم، مش مهم ينتمي لنادي ايه، مش مهم هو تبع نادي ايه او مكانه فين. ده بالعكس، ده انا بقول ان دي ميزه اصلا، دي ميزه ميزه مشتركين في نوادي، ما دي ميزه يعني، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه حصلت في المشروع، ميزه كبيره كمان يعني. طب كابتن احمد، كلمنا اكتر عن مركز شباب الجزيره. طبعا احنا شفنا في الفتره السابقه تطور كبير جدا حصل، والست الوزير كان مهتم بيه، وحصل افتتاح جديد يعني ممكن برضو ننقل المشهد للساده المشاهدين عشان يعرفوا التطور الباري، اصل لازم يبقى بتبدا من البدايه من الصفر، مش بتبدا مره واحده. تمام. تطور الجزيره جيه، مش تطور حتى المباني او البنيه التحتيه بتاع مركز شباب الجزيره، تطور في كل حاجه. تطور تكنولوجي، وبقى مقصد كبير ثقافي وفني ورياضي لكل الطبقات، لكل الطبقات كل الاعمار، لكل الطبقات. مش شرط تكون عضو في مركز شباب الجزيره عشان تستعمل او تستخدم اي حاجه من الانشطه اللي موجوده، بيخدم كل الناس، عضو غير عضو. ده بيندرج تحت فكرة تطوير أصلا مراكز الشباب اللي كان سيادة الوزير بيتكلم عنها بقاله فترة. طبعا بالظبط. تقريبا يعني كل مراكز الشباب ابتدت تتطور تطور غير عادي، يعني بقى زيها زي أكبر نوادي في مصر. صح. الأول فعلا الصورة ما كانتش كده يعني. مركز شباب الجزيرة بصفة خاصة يعني دون عن بقية المراكز، أنا بتكلم في مرحلة ما قبل تطوير الكل. تمام. أنا بتكلم عموما تاريخيا، لا، مركز شباب الجزيره طول عمره نجم في وسط مراكز، عشان المنطقه كمان اللي هو فيها موقعه الجغرافي مميز يعني. لا، وعبر التاريخ في ناس كتير مهمه في رياضات مختلفه كانت نقطه الانطلاق بتاعتها الحقيقيه في مركز الجزيرة. شباب الجزيره والفنيه، مش رياضيه بس، رياضيه وفنيه وثقافيه. مركز شباب الجزيره حلو كان هو الاساس بتاع فنانين كتيره ورياضيين كتيره جدا لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي. يعني مين اشهر ناس من رواد المركز؟ مثلا في استاذ توفيق، الاستاذ سامح يسري، الفنان سامح يسري. طبعا. ناس كثيره ورياضيين كثيره موجوده في المركز على طول. هو ايهاب توفيق تقريبا ساكن الناحيه الثانيه، بيجي لغايه الزمالك. طب كويس. لوكيشن حلو جدا، وبيبقى في دعم برضو من قبل الناس اللي هي المعروفه للشباب، يعني ده برضو حاجه. رياضيين، انا بتكلم اللي هم الناس المعروفه الرياضيين منهم. في دعم طبعا كبير جدا من كل الرياضيين يعني في جميع الالعاب. طب كويس. طب خليني برضه اروح انا وكريم معاك عشان احنا بنحاول نفهم الصوره في الداخل اكتر. يعني دلوقتي حضرتك ماسك هذا المشروع او بتشتغل فيه يعني، فالقصه هنا ازاي من اول ما البطل بيدخل او الرياضي الصغير بيدخل لغايه السلسله المراحل بقى عامله ازاي؟ هو المشروع ابطال واعدين، ابطال ناشئين واعدين وبطل واعد،
من الاول في الاختيارات بتتعمل مسابقه بتشوف الناس الموهوبين بتيجي تقدم اختبارات قياسيه بدنيه بيختار افضل العناصر. بعد كده بمرحله من ابطال ناشئين لابطال واعدين لبطل اولمبي. ده أيوة. الغرض من المشروع ان هو بيفرق في الاخر بطل اولمبي متاسس صح، متربي تربيه رياضيه صح، بدنيه وصحيه وكل حاجه، وكل حاجه متوفره في المشروع. بس ده مكلف يعني. خليني اروح مع حضرتك، البطل الاولمبي قد ايه انت؟ حتى لو هو بينتمي لنادي كبير بيبقى دايما بيتكلم ان هو او بيشكو من فكره نقص بعض الامكانيات حتى الماديه، حتى لو جاي من نادي كبير، مش كلهم طبعا بس البعض منهم. تمام. وده عن لسانهم لما كانوا بنستضيفهم او برامج مختلفه. ده اللي بوفره المشروع بقى، ده اللي بوفره المشروع او الدوله اللي موفراه تحت رعايه السيد الرئيس وتحت رعايه وزاره الشباب والرياضه. هو ده المقصود من المشروع، ان هو بيرعى من هو ناشئ. يعني السفر على كل حاجة، على حساب كل حاجة. كل حاجة، الوزارة او اشتراك البطولة، السفر، التغذية. ده على حساب مين تحديدا؟ على الدولة. على الدولة. اوكي. والمميزين منهم بيتم تقييدهم في المنتخبات يعني كتيرة، المنتخبات يعني السنين اللي فاتت منتخبات كتيرة، تايكوندو ومصارعة وابتدى رفع الاثقال كلهم وجوده كلهم من اولاد المشروع القومي. بس المشروع في حد ذاته اصلا حاجه في منتهى الاهميه، يعني هو يعني خطوه متاخره بس كويس ان هي اتخذت مبدئيا. تمام. لان هينتج عنها خير كتير قدام، لان احنا بنتكلم على مصنع لابطال مستقبليين، خط فعلا. انتاج لنجوم في رياضات مختلفه في الفتره اللي جايه. الى اي درجه على مدار الاربع سنين اللي فاتوا في تطور دائم بيحصل وفي ده في تطور تقريبا كل يوم في تطور في المشروع. كل يوم بيزود هنا مدرب احمال، يعني كل حاجه ناقصه في المشروع بيكملوها. طبيب، مدرب احمال. بقى انعكاسات ده على الموهوبين بقى اللي بيشملهم هذا المشروع. هو كفايه ان هو يحس بالنجاحات مؤخرا لاحظتوها بالاهتمام ده. طبعا يعني احنا في بطوله الجمهوريه الموسم اللي فات كانت اول سنه لناشئين التايكوندو، عملنا ترتيب عام على مستوى الجمهوريه، ولاد وبنات، ترتيب اول وترتيب ثاني ما شاء الله. ولاد وبنات في خلال سنه، في اول سنه للمشروع قوم الناشئين، والواعدين كمان فيه، وابطال واعدين فيه، وكلهم مؤهلين لدخول منتخب مصر كمان. يعني بدايه قويه، هي بدايته حتى بدايه قويه. هي. طب والاعمار احنا شايفين في الصور يعني في ناس اطفال قوي صغيرين. كلمنا برضو عن اختياراتهم بتبقى ازاي، والاهالي بتتعامل ازاي، والديديكيشن الالتزام ازاي، يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو بصراحه يعني الاهتمام اللي معمول من الدوله للمشروع فبتخلي الناس تلتزم في مواعيدها، زي ما تقول مثلا ما صدقوا الفرصه جت. بالظبط. هو كده. وناس كتيره بتتمنى، وان المشروع في جميع محافظات مصر موجود. في كل محافظات مصر المشروع موجود في ما فيش محافظه تقريبا دلوقتي في الصعيد اللي ما فيها المشروع القومي، في جميع الالعاب كمان. وبيبقوا حريصين الاهالي ان هم يودوهم، ما بيبقاش فيه غيابات. يعني عندنا في النادي يعني امتى ابني يخش المشروع بقى حاجه مهمه، شايفين الاهتمام والرعايه وفترات التدريب الاكبر. لو احنا عندنا مواهب كتير جدا مدفونه جداً في كره وكفور ونبوع ما حدش يعرف عنهم حاجه، يعني مواهب في كل الرياضات تقريبا. المشروع وصل لكل الكلام ده. ده حاجه، في الصعيد سوهاج واسيوط واسوان وكل الصعيد، يعني ما غطاش حته معينه وساب كله. ايه اكتر المحافظات اللي يعني لو حضرتك عندك معلومه، ايه اكتر المحافظات اللي فيها مواهب يعني قدرتوا ان انتوا تحصلوا عليها؟ والله كل المحافظات، يعني المشروع بينتقي المواهب الصح السليمه، فكل تقريبا اللي انتقى المشروع في مواهب. يعني محافظه كده، اقصد ان احنا نعرف مثلا المحافظه مثلا يعني اسيوط مثلا اكتر مواهب فيها خاصه بالرياضه مثلا، يعني انا بسال لو يعني في معلومه. القاهره يعني مثلا التايكوندو كان فيه مميز جدا، وكمان المصارعه مميزه جدا من اولاد المشروع، مميزين جدا. واسكندريه التايكوندو برضو في ابطال كتيره، والشرقيه مش هنعد، يعني لو عدينا المشروع بجد يعني مغطي. عايزين نقف شويه عند التايكوندو نفسه ونوضح الصوره اكتر للناس، وخصوصا الاهالي واولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين بيفكروا يخلوهم يعني يمارسوا الرياضه دي بصفه خاصه، وتحديدا اولياء الامور اللي عندهم اولاد خجولين الى حد ما او شخصيتهم انطوائيه عاده بيختاروا
اي نوع من انواع الرياضات اللي فيها مواجهه او الرياضات القتاليه عشان دي كتير كتير بيجي لي كتير بيجي لي اولاء امور كده انا ابني خجول. اولا السن الامثل للبدايه، وهل في مرحله معينه ما ينفعش الاهالي يخلوا اولادهم يبتدوا يمارسوا التايكوندو لان هم خلاص كبروا على المرحله السنيه دي؟ السن الامثل اللي هو 7 سنين ان احنا بنبتدي تجهزه اللي يكون بطل مثلا تحت 10 سنين، بطل جمهوريه تحت 10 سنين. طب حد في حد اقصى بقى للعمر بعديه ما ينفعش يبدا يمارس الرياضه دي؟ فوق 17 سنه ما يعني ينفعش بقى 17. ما ينفعش يعني هيبقى صعب ان هو يكمل تايكوندو. التايكوندو احزمه ومستويات، ولازم يتعود على المرونه وعلى اللياقه البدنيه العاليه شويه، فبيبقى صعب شويه. 17 سنه ده بيبقى صعب، فرصته قليله في ان هو يبقى بطل. حتى لو كان بيلعب رياضه اخرى مثلا قريبه، نتكلم لا لو بيلعب رياضه قريبه مثلا زي الكاراتيه كونفو هيبقى يعني عنده امكانيات فيبقى سهل، اما اجي وانا كبير عشان العب بتبقى صعبه شويه. طبعا اكيد لاي رياضه كمان. طب السيدات او البنات يعني برضه في التايكوندو ايه؟ دول مميزين. ايوه دول بقى مميزين كده. قوي يعني. صحيح. صحيح. عندنا مثلا يعني هدايه ملاك بطله اولمبيه سنتين، يعني دورتين اولمبيتين، بطله اولمبيات، بطلات كتيره. انا عندي معظم الفريق البنات هو الاول على طول. على طول اول. وشه نور. ايوه على طول اول، هم اول على طول يعني. طب ده بيديك او ده مؤشر لايه برضو كابتن احمد؟ يعني قصه هنا ان البنات تتالق في الرياضه يعني حتى رغم التحديات في السابق. دلوقتي الوضع اختلف طبعا مع اختلاف الثقافه عشان القياده السياسيه دعمت قوي والرياضه النسائيه تحديدا، بس في السابق كان في تحديات بيواجهوها والمجتمع وحاجات زي كده، فبتشوف ده ازاي يعني برضو؟ لا خلاص يعني هم يعني الاكثر الاجرأ دلوقتي هم قادمات قوي، هم في كل حاجه، هم قدموا خلاص. احنا قدمنا فعلا. لا اصل هو فعلا بالذات زمان يعني في ازمنه سابقه وبالذات في رياضات معينه زي التنس زي السباحه زي الباليه باشكاله المختلفه سواء مائي او ارضي، يعني في اهالي بيبقى عندها تحفظات على ان بناتهم لما يوصلوا لمرحله سنيه معينه لا خلاص يوقفوا ممارسه الرياضه دي. تمام. ف ما اعتقدش ان الكلام ده ينطبق على التايكوندو يعني. لا خالص، بالعكس ده يعني فريق البنات مميز، مثلا عندنا فريق بنات مميز جدا يعني كلهم ابطال، كل يعني 90% من فريق البنات عندي ابطال. انا مبسوطه والله ان احنا نسمع حاجه زي كده فعلا. ده وبعدين اصلا تاريخ برضو السيدات في مصر يعني من زمان، يمكن الثمانينات لو حضرتك تصلح لي، برضو حصلوا على او دخلوا الاولمبياد، يعني احنا عندنا برضو تاريخ محفز جدا يعني. السيدات كان ليهم بصمه حتى مع الظروف المختلفه، بنتكلم الثمانينات وغيره، بس برضو احنا قدرنا ان احنا نوصل ولو بنسب يعني قليله. طيب بتشوف بقى مستقبل التايكوندو في مصر؟ يمكن انا وكريم استضفنا كتير جدا ابطال تايكوندو معانا وبيتكلموا بحماس وقد ايه برضو مصر عامله يعني ليفل كويس قوي في التايكوندو. احنا لما نيجي نتكلم نقول طب ايه احسن دوله في التايكوندو، بتتكلم عن اسيا اكتر، دول اسيا، كوريا. هل ممكن بالظبط هل ممكن مصر توصل في يوم من الايام ان احنا نكون متفوقين؟ لان زي ما حضرتك بتتكلم او الصوره اللي عندنا ان احنا مش ناقصنا حاجه، احنا عندنا الكوادر كويسه جدا. واحنا فعلا متفوقين جدا يعني بالمنافسات، يعني كنا في بطوله كاس العرب قريب وخدنا مركز ترتيب تاني على مستوى البطوله في منتخب مصر، فاحنا ترتيبنا كويس جدا بالنسبه للعرب وبالنسبه لاوروبا. ترتيبنا كويس جدا والاتحاد ماشي بخطى كويسه جدا يعني والدعم والدعم من الدوله جاي من الوزاره يعني. يعني الدوله نفسها هي بتهتم بالرياضه، يعني هي وجهه يعني. صح. وجهه وجهه زيها زي اي وجهه دبلوماسيه. الرياضه بقت وجهه وبتجمع الشعوب اكتر. جميل. طيب التنسيق شكله ايه بقى اللي ما بين المشروع القومي للموهوبين والاتحادات الرياضية المختلفة بحيث أن الموهوبين دول أو اللي بيلمع فيهم أو اللي بيتميز فيهم ويتفوق يقدر بقى بشكل ناعم وسلس وخالي من أي معوقات ينتقل من مرحلة الهواية إلى الاحتراف؟ ده يعني الاتحاد يعني نتكلم على اتحاد تايكوندو يعني اللي أنا لمسه فيه بيزيل كل العقبات لأولاد المشروع القومي، يعني من ضمن الناس اللي بتدعم المشروع. أوكي. في البطولات في كل حاجة، والاختيارات كلها بتبقى اختيارات في البطولات، يعني المراكز هي المراكز الاولى اللي دايما اللي بتختار للمنتخب مصر وكده، والمشروع فيه ناس كتيره من المنتخب.
حلو. طب تعالى بقى نروح لملف حلو قوي، وملف انا وكريم تحديدا في 10 الصبح في الاهلي بنهتم بيه جدا، اللي هم البارا تايكوندو، الناس اللي بتوصلنا بعد كده للبارالمبياد، والناس الجميله اللي بترفع اسم مصر طبعا في محافل دوليه، وبيمكن بنسب اكتر بكتير من الاولمبياد. بالظبط. ففرحنا بقى نعرف اكتر عنهم. عندي برضو بطله مريم نصر، دي بقى يعني بقى لنا كام بطوله نخش جمهوريه ومنطقه، وهي مرشحه في البطوله الاخيره، جابت مركز ثالث ومرشحه ان هي تخش منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله. فدول بقى حاجه ثانيه، حاجه جميله جدا، وناس جميله جدا، ويعني والدوله برضو مهتميه بيها، وزي ما شفنا سياده الرئيس هو يعني اهتم بيها، فالاهتمام بيهم جامد جدا، وهم ابطال، ابطال بجد يعني، ابطال في كل حاجه، وبييجوا بيتمرنوا واهاليهم اكتر، اهاليهم هم الابطال يعني. انا شايف كده انهم دايما اولياء امرهم ابطال اكتر منهم كمان. صح. لان هم بيعانوا معاهم كتير وبيتحركوا معاهم كتير، واحنا مش بنقصر معاهم. طب على ذكر الابطال، يعني هل بتستفيدوا او بتستعينوا بالابطال اللي في الرياضات المختلفه لتحفيز بقيه اللاعبين اللي بيلعبوا في الرياضات دي؟ يعني مثلا تستعينوا بحد زي واحده زي هدايا ملاك لتحفيز اللاعبين واللاعبات؟ بيحصل يعني. ده بيحصل، الحاجات دي برضو بتحصل على طول. هم بيتحركوا الابطال الاولمبيين، بيتحركوا بيروحوا النوادي، سيف عيسى، هدايا ملاك، بيتحركوا بتحفيز الابطال يعني، بنطلبهم هم ما بيتاخروش، وبيكون حاجه يعني تشجيعا ليهم كبير قوي للاولاد مثلا عندنا في المركز. يعني قبل كده طلبنا هدايا ملاك، جت لنا والولاد صوروا معاها، ووقفت في التمرين معاهم، دي حاجه. وهي اصلا الميداليه اللي هي بتجيبها دي بتعمل 360% تغيير 360 درجه تغيير في الولاد وفي البنات. طيب احنا فاضل لنا دقيقتين انا وكريم مع حضرتك في الفقره، نتكلم عن حضرتك بقى كابتن احمد شويه، يعني مسيرتك كده سريعا لغايه لما دلوقتي، يعني مش هقول انتهت، بس لما وصلت لغايه التدريب. تمام. انا كنت من ابن مركز شباب الجزيره، لعبت فيه من عندي 10 سنين، وحققت طلاب. شاهدت الاختلافات والتطور بتاعه على كل المراحل. جدا، كل التطورات بتاعته. وطبعا كان نفسي التطور ده يحصل من زمان يعني، والتطور ده بيعوز ان احنا نتطور احنا كمان يعني، يتطور مش اشكال، مش مباني بس، لازم الانسان اللي ماسك ده يبقى متطور برضه، يبقى مواكب لكل. صح. كنت بطل جمهورية عدة سنوات برضو، من تدريجيا كده لحد ما دخلت وخدت دورات تدريبية ودورات النقابة، وصرت ان ابقى مدرب. وطبعا بعتز بالمكان اللي انا فيه، بحس ان هو رسالة انا لازم اكملها، زي ما الكابتن بتاعي كان بيكملها، سلمني مكان وانا بكمل مكانه. هل اعتمدت على خبراتك التراكميه طول السنين اللي فاتت جوه مصر، ولا خدت او استعنت الاتحاد دايما الاتحاد دايما مثلاً بيعمل دورات دوليه وخارج مصر وداخل مصر دايما، وبيجيب لنا ناس من بره، من كوريا، ومن على طول التطوير دايما شغال يعني، واحنا ما بنفوتش الفرصه دي على طول يعني، الاتحاد بيساعدنا في كده يعني. يا ربنا يوفقك كابتن احمد، وعايزين ابطال ان شاء الله كده تقدروا تطلعوا لنا ابطال، سواء يعني ابطال في الاولمبياد او البارالمبياد كمان، الاثنين بيشرفونا باذن الله. كل التوفيق، ونستضيفكم بقى، ويا ريت هم ينورونا يكونوا معانا كده، نظبط مع فريق الاعداد ان شاء الله. اكيد انا ما اقدرش اجيبهم كلهم معايا، لا نجيب كده والله كل فتره ان يشرفونا اكيد. شرفت بوجودي معاكم طبعا، وفي قناه الاهلي يعني، مبسوط جدا ان انا موجود معاكم. اهلا بيك دايما، سعداء لوجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني، واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل. طيب فقرتنا بقى دلوقتي الاخيره، زي ما كريم نوه في البدايه، هنتكلم عن كيفيه توظيف واستغلال امكانيات اللاعبين، وكمان قدرتهم البدنيه طبعا في ظل الضغوطات اللي بتكون موجوده للمباريات واللي شاهدناها الفتره الاخيره. وطبعا فكرتنا ان احنا نعدي بدون اجهاد ليهم، او ان هم يتعرضوا لاي اصابات. هنتكلم في كل ده وازاي ممكن يتم على ارض الواقع، ونشوف كده الموسم اللي احنا فيه والموسم اللي فات كمان، يعني احنا واجهنا قد ايه من الاصابات الخاصه بالاجهاد اللي كان للاسف الشديد للاعبين اللي برضه ما لهمش يد فيه. في الاول في الاخر ده بيبقى جدول. خلينا نرحب بدكتور احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال السابق لمنتخب الاردن. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ كريم، وسعيد بوجودي معاكم. ملف مهم. يعني فيما يتعلق بالعلم في الكوره، هو حاجه
تكنيكال شويه وحاجه كل يوم في جديد، وبالتالي احنا وبالذات لعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه، لان طبعا بحكم ان هم لعيبه النادي الاهلي فهم قدرهم ان هم بيشاركوا تقريبا في كل البطولات اللي في اغلب الاحيان بتكون متعاقبه جدا، وبنشهد بموجبها حالات اجهاد ويمكن اعياء ملحوظه في كثير من الاحيان. ده هي دي فعلا حاجه يعني بتتكلم في جزئيه ما تلمسهاش غير في النادي الاهلي كتير. حتى في البطولات المجمعه لو انت حضرتك بصيت على منتخب مصر في كاس الامم الاخيره دي، هتبص تلاقي لعيبه النادي الاهلي كيس مختلف في الحمل البدني. لو قست الفي او 2 ماكس هتلاقيه حاجه ثانيه، لو قست اللاكتيك اسيد على العضله هتلاقيه حاجه ثانيه، لو قست اي جهد بدني بيعملوه هتلاقيه حاجه ثانيه. فيما يتعلق بلعيبه النادي الاهلي، اول لعيب اجهادا في المنتخب لعيب النادي الاهلي. يعني انا بكلمك الكلام ده بارقام يعني احصاء. اول لعيب بيتعب وبيصاب في منتخب مصر هو لعيب النادي الاهلي، والذي يضار من منتخب مصر بس هو مش ضرر، ضرر محمود يعني، هو لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. طب تحميل زياده عليه. فطبعا انت النهارده بص لقيت 7-8 لعيبه مع منتخب مصر هيركبوا الطياره يرجعوا القاهره عشان يركبوا الطياره ويروحوا الامارات عشان يشاركوا في كاس عالم انديه، والنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ما عندوش رحمه في البطولات، مستني الناس دي كلها على منصه التتويج قبل تشيلسي. طبعا فبتبقى معادله صعبه شويه، انما التحضير ليها لو هو في اطار علمي، لو هو في اطار احترافي كتير زي اوروبا، فانت الكلام ده ممكن تتجنب انك تحس بيه بنسبه 100%. ما هي دي النقطة اللي عايزين نخش في تفاصيلها مع حضرتك، يعني ده مش شرط ان هو يحصل لو كان في تدريب بشكل معين او زي ما حضرتك بتقول بشكل فني معين، مش لازم نحصل ان حتى لو في اجهاد يحصل اصابة، فازاي ده بيتم؟ هو احنا الاول هي الكرة، احنا دايما نقول كده ان الكرة علم، كرة القدم هي علم، والتحليل الاداء هو الحتة اللي بتخليك تروح في حتة تانية في الكورة. يعني انا لما بحلل اداء الاستاذ كريم في البرنامج، هو كان قاعد ازاي؟ هو كان بيمشي ازاي؟ هو كان امور ايه التوتال في البرنامج، بقدر احطه قدام مسؤولياته ان هو الوحش هنتجنبه والحلو انا بس ببسطها للناس. يعني. فبقنن الحمل التدريبي، الحمل التدريبي ده بقول النهارده ان انا عندي قمتين او ثلاث قمم، عندي مسابقتين في الموسم او ثلاث مسابقات، الثلاث مسابقات دول بعمل لهم تايتل برنامج، والبرنامج بخرج اللعيب من هنا لهنا لهنا بدرجات حمل مع استعاده شفاء. طيب الجماعه دايما في اوروبا يا استاذ كريم اللي هم بيفرقوا عننا في ايه؟ ان عندهم حاجه اسمها اداره تحليل البيانات. يعني دايما اللعيب ده هو قبل ما نجيبه بنحلل بياناته، بنشوف اخر سيزون عمل ايه؟ لو راس حربه متطلبات المركز الوظيفي بنشوف جاب كام جول. لو راجل ديفندر محتاج الفي او 2 ماكس اللي يسموها الرئه الثالثه عالي عنده في نص الملعب، يبقى بنشوف الراجل ده قطع كام كيلو في اخر 10 ماتشات. فتحليل البيانات ده هو اللي بيوديك من مكان اللا بطوله الى مكان البطوله، بيعرفك امكانيات وقدرات اللاعب. ثم لا ومش كده كمان، غير انه بيعرفك بينقلك مع اللاعب انك توديه في حته ثانيه لو انت نادي مطلوب منك انك تكون في حته ثانيه. يعني انا دايما اعيب على المدربين المصريين شويه، بعض المدربين المصريين انه ما يشتغلش بمخطط احمال، ما يشتغلش بمحلل اداء. طب ليه؟ ما انت النهارده هتدرب الاتحاد السكندري وتروح تدرب طلائع الجيش، وتخلص من طلائع الجيش تروح تدرب المقاولين طب احنا للامانه في الاطار ده، وان كان من زاويه مختلفه شويه، الاهلي برضو كالعاده سباق. يعني في الفتره الاخيره في المونديال المفروض ان الاهلي تعاقد على مجموعه من الاجهزه حديثه جدا للقياسات البدنيه، عباره عن تيشيرت بتتلبس تحت تيشيرت اللعيبه بتقيس بقى النبض وكل الامور الحيويه اللي في جسم اللاعب. ده حقيقي، ده على غرار الانديه الانجليزيه كمان لو انا مش غلطان. ده حقيقي، الشركات اللي هي شركات القياس هي النادي الاهلي سباق الكلام ده، والنادي الاهلي دايما بيبقى مهتم بالحته دي قوي. عايز اقول لك ان انا حتى في اطار اداره تحليل البيانات دي، الحاجه الوحيده اللي يمكن في مصر مش موجوده، اللي هي الاداره جوه النادي لتحليل البيانات على مستوى بقى الكوره والباسكت والفولي والهاندبول والكلام ده كله. يمكن انا حتى اتكلمت مع حد في الاصدقاء في مجلس الاداره، يعني ان احنا الاهلي يتبنى ان هو يبقى في اداره كامله لتحليل البيانات جوه النادي، وده هيبقى ان شاء الله سبق برضو للنادي الاهلي، يستطيع من خلاله ان هو يقيم كل الالعاب على كل المستويات، حتى هو بيتعاقد مع لاعب، حتى هو عايز يجيب لاعب، حتى هو عايز يملى فراغ للعبه، او عندي دروب مثلا في الهاندبول او مقومه، اقف احلل البيانات اشوف مين اللي في السوق موجود، اشوف مين اللي اقدر اعتمد عليه، مدير فني، مخطط احمال، محلل اداء، لاعب، كل عناصر اللعبه، الكلام ده كله بيخش في اطار اداره تحليل البيانات،
واعتقد ان هم ان شاء الله ياخدوا قرار فيها قريب. غير طبعا الحاجه بتقولوا ان هو الاهلي متعاقد فعلا مع شركات تحليل اداء وشركات قياس حمل او قياس معدلات اللي هي الشريحه اللي بنحطها في القميص للاعيب تحت التيشيرت. بتشوفوا انت لابس قميص اسود، مش كل ده هو اللي بيقيس، بتبقى حته شريحه صغيره كده جوه القميص، فاحنا بنعرف منه عن طريق الجي بي اس. ومسبقا بتعرف مسبقا لو في اي حاجه كمان، يعني مش وقتها عشان تقدر ان انت تلحق لو في اي حاجه. انا بعرف مسبقا الاداء اللي هو اللي تم، وبعد كده بقيم الاداء واحط اللعيب قدام مسؤولياته. يعني اجيبه قدام الفيديو اقول له انت حضرتك عملت النهارده 10 كيلو وكان المطلوب منك تعمل لنا 12 كيلو. متطلباتك الوظيفيه في المركز بكرايت مثلا الكابتن محمد هاني، لو تلاحظ ان هو كل شويه فوق تحت فوق تحت، ده تحليل بيانات. النهارده مثلا في الباك ليفت علي معلول بيجري 8 كيلو او 9 كيلو، بس المردود الفني اللي 9 كيلو اعلى من المردود الفني للراجل ب 13 كيلو اللي ما بيديكش مركب بدني فني. ما احنا دايما نقول ان لم يخدم البدن الفني فلا قيمه له. هي عموما القياسات دي يعني اكيد ايه زي ما هتبين مدى امكانيات ناس هي هتكشف ناس ثانيه. طبعا اي شخص متخاذل، اي شخص محدود الامكانيات محدود القدرات هيكشف على طول بموجب القياسات. طبعا انت النهارده العلم ما عادش فيه، حتى الجمهور نفسه بقى يبص يقول الراجل ده ما بيجريش ليه؟ الراجل ده ما مش قد كده. مش قد كده دي حط تحتها 100 خط وتعالى بقى نحللها. ده هو متطلبات وظيفته انه يعمل 10 تاكلينج على الارض، ما عملش، انه يعمل 20 تكوف من على الارض يطلع فوق. لا معلش السؤال كريم خلاني كده ابقى متلخبطه، لان اللي انا فاهماه هو مش بتقيس اللاعب بيعمل التزامات ولا لا، بتقيس لو اللاعب عنده مشكله مثلا نبضات القلب زادت حاجات زي كده، فعشان الاطمئنان مش علشان مراقبه اداء اللاعبين. ولا انا مش فاهمه صح؟ النبض حضرتك بتقولي هو نفس الكلام، النبض مؤشر حيوي للجهد. يعني انا نبض الرياضي مثلا من 80 ل 120، انا عايزه لو وصل 80 نبض، لو الامبالس 80 يبقى انا كده تمام يا استاذ كريم، تمام. نفس اللي هو بيقوله، فالنبض هو مؤشر حيوي لقياس الجهد. طب هو لما يبقى نبضه سليم ونعرف ان نبضه سليم من خلال الجي بي اس، هعرف هو عمل كام كيلو. عمل كام كيلو بنبض سليم، نبض معلاش او ما قلش بقى في الزون في المنطقه الخطر. انت بتتكلم على التدريبات يعني؟ بكلمك على الماتشات. الماتشات عمل كام كيلو؟ ما انت النهارده لعيب الكوره مطلوب منه يعمل بمعادلات العالميه 14.2، الراجل في النادي الاهلي عمل 10 كيلو. اجيب اقول له لا، انت قدام مسؤولياتك، لو ضربنا ال 10 كيلو في 75 عالميه او في 100 عالميه هتدينا ان انت راجل جهدك 60%، النادي الاهلي مش عايز 60%. النادي الاهلي لازم لعيب مكتمل. والطلبات اللي الوظيفيه دي انت مقصر فيها. خلي بالك التقصير البدني لما اجي احلل فني بقى اشوف مثلا الباك ليفت علي معلول، انت عملت لنا كام لونج سبرنت سرعه طويله بكروس اوفر، رفعت كام كوره لراس الحربه يجيب جون، انت ساعدت محمد شريف انه يجيب كام جول، انت عملت كام اسيست في الطرف الشمال، دفعت كام مره وهاجمت كام مره، بنعمل ديفند تو وين، دافع عشان تكسب. طب انت النهارده رحت كام مره؟ طب انتوا بموجب الاحصائيات دي والقياسات دي والحسابات دي، مين اكتر اللعيبه اللي في مصر بشكل عام واللي في النادي الاهلي بصفه خاصه فعلا فعلا من اول ما بيحط رجله في ارضيه الملعب ما بيوقفش مجهود، يعني بيعمل كل اللي عليه وزياده. هو يا استاذ كريم انت المعادله من طرفين. شوف انت حضرتك قلت ايه؟ مين اكتر واحد بيعمل اللي عليه وزياده؟ اللي عليه ده بقى من منظور طبقا لمركزه. من منظور تخصصي ولا اللي عليه من منظور ان جيري 15 كيلو؟ ما انا مش عايز لعيب العاب قوه. يعني انا دايما كنت اضرب المثل باحمد فتحي وبعلي معلول. احمد فتحي بيجري ضعف علي معلول. انما علي معلول لما بيجري بينتج فنيا. فلازم ما هو ده بقى اللي انا بقوله، ما هو ده بدني ولا فني؟ ما انا عايز يعني انا مش بقيم اللاعب بالكيلومترات اللي بيجريها، انا بقيم اللاعب بالاداء، ده رقم واحد. تاني حاجه انا بشوف بطمن عليه من خلال النبضات والحاجات اللي الشريحه بتنقلها لي. كويس بس ما يقلش. يعني هو عمره ما هيجري مثلا 5 كيلو ويعمل اللي عليه. هي الموضوع معناه متخاذل على طول. انا النهارده في ليميت، اوعى تقل عن كذا متطلبات وظيفتك دي، انما في الاخر هو لو قال مش هيديك المنتج الفني اللي انت بتقول عليه. طب انا عايز اسالك حاجه مربوطه برضو بالكلام اللي احنا بنقوله، لان شاهدنا الفتره الاخيره واحنا عرضنا ده برضو عندنا للاسف لعيبه بتقع كده زي ما هي بطولها زي ما بيتقال، وبسبب ازمات قلبيه، وشباب ورياضيين وصحيين جدا حياتهم صحيه لايف ستايل، بيرجع لايه ده؟ ده بيبقى خلل في النظام الغذائي وخلل في نظام التدريب. وخلي بالك في احنا برضو لسه ما راقبناش الحته اللي هي الحياه الاحترافيه الكامله، ان انا اشوف اللعيب ده بيعيش يوم احترافي كامل ولا لا، بينام امتى، بياكل ايه،
يعني حتى لو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيسبق في الحته دي برضو، انما الحياه الكامله بالنسبه للاعب، في لعيب بيفلت بره النظام وبالتالي بتبص تلاقيه مره واحده كده وقع. زي ريكسن الدنمارك اللي لسه كان معانا خبر عنه النهارده. وفي الحاجات دي برضو بتخضع لعوامل اخرى تتعلق بحياه اللاعب. يعني في حاجات انا ما اعرفش استاذ كريم اقيسها، انا ما اعرفش اعمل كنترول عليك في امور معينه، انت ممكن تخرج بره السياق، فانت لما تخرج بره السياق انا ما اقدرش الحقك الا لما الكيس تحصل، ولما الكيس تحصل احلل بقى الكيس ده، الراجل ده توفى ليه، ايه اللي حصل في الملعب، ايه اللي انت عموما بتلاقي ان نظام التغذيه وعلاقته بالراحه مع الجرعات التدريبيه في خلل. عموما خلينا نقف عند النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا اللي نهاوند سالت حضرتك فيها الحقيقه، وشفنا لها مظاهر مؤسفه كتير في اخر كام سنه. هنطلع فاصل بعد اذنك ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. حديثنا لسه مستمر مع دكتور احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال السابق لمنتخب الاردن، وايضا طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو كان اشتغل مع الاهلي وتحديدا فتره كابتن الجوهري يعني سنتين، فبرضه اكيد هنتكلم على النقطه دي. بس خلينا نرجع للنقطه اللي طلعنا بيها فاصل، وفكره هنا الاصابات اللي بنشوفها وبيبقى الناس مش فاهمه هو ليه حصل كده لشخص مفروض رياضي واللايف ستايل بتاعه مفروض ان هو صحي جدا، وبالتالي طالما هو لاعب كمان يبقى اكيد بيتم او بيعمل فحوصات بتجرى عليه فترة، ففجأة نلاقي سكتة قلبية للاعبين كتير وكررت الفترة اللي فاتت أكتر من مرة. فخلينا نرجع للنقطة دي. هو أنا قلت سيادتك إن هو الموضوع عوامل تتعلق بحياة اللاعب. يعني إحنا لو حطينا النظام الغذائي مع الجرعات التدريبية اللي بياخدها مع حجم النشاط الممارس في 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 لحظات التعب، لأن عضلة القلب هي أكتر حاجة بتتأثر بالجهد البدني، وبترجم الكلام ده على الإشارات العصبية والمخ، فقد يرتفع ادرينالين الخوف. يعني في رياضه مثلا زي رياضه عنيفه او الخوف من الخساره، وقد ينخفض مسببات الجهد نفسه اللي هي الاشارات العصبيه اللي بتديكي طبعا على طول انخفاض في الضغط، ضغط الدم. برضو الكلام ده لو انا مقبل على منافسه عالميه يا استاذ كريم وخايف اخسر، او منافس قوي، ده في الالعاب الفرديه، او ممكن يكون لعيب عنده المقاومات النفسيه مش مظبوطه، وبالتالي لما بيبقى مطلوب منه جهد اعلى من قدراته، لان انت ساعات بتبقى بتستنفر في بطوله مثلا زي كاس العالم للانديه، النادي الاهلي مستنفر بكل قواه، اللي هيغلط سبوت عليه العالم كله شايفه والاهلي احتمال يمشي، فزي مدرب يستنفذ يعني زي مدرب النادي الهلال بالظبط جارديم خسر 4 مع انه لسه كسبان بطوله اسيا ولسه مثلا واخد 10 مليون مكافئات من السعوديه كلها، مع السلامه، اللي خسر من النادي الاهلي، فاللود ده مش اي حد يتحمله، سواء كان عوامل تتعلق بحياه اللاعب او تغذيه او قدرات لا تساوي حجم او المطلوب. عمره بقى اللي هو ما حدش عارف. لا ده بتعرف منها. ما يعني لان هي فعلا بتحصل. لا انما احنا بندور دايما في السبب اللي هو علمي اللي الناس بتسال ليه. فاحنا بنقول لهم ان عوامل تتعلق بحياه اللاعب ممكن هو يكون في نفس الليله اللي توفى دي مش ملتزم سلوكيا بالاطار الاحترافي. أو ممكن يعني ليه لا تعمل كده، أو بس برضو مش واصلالي بصراحة، يعني سنت أنا دلوقتي بطل كرة قدم يعني وبقالي سنين بلعب، إزاي أنا فجأة كده يحصل لي، ما أنا بقول لحضرتك بيحصل لي إكزامس أو يعني تحاليل كل فترة واختبارات كل فترة، وفي حد مشرف معايا وفي طبيب للفريق، يعني لا ما هو أنا بقول لسيادتك إن في حاجة صغيرة جدا بين إن أنا أكون نموذجي يا أستاذ كريم وإن أنا أكون في دروب. الدروب ده ما بيحصلش للناس كلها، هو بيحصل للراجل اللي لا يتحمل الضغوطات، نسب يعني سواء فيسيولوجيا او نفسيا، لانه هو ممكن يكون علاقته بزوجته مثلا ممكن يكون في نفس الليله دي شفت بقى بتاثر ازاي اهو لا قد تصل للوفاه طبعا، يعني ممكن يكون في نفس الليله انا خرجت من الماتش ورحت وحصل حاجه في البيت واي دروب انفصال، هو ما تحملش فكره الانفصال، ولما راح التدريب الصبح او راح الماتش تاني يوم بيلعب، عامل نفسي مؤثر يعني بيلعب مات، ما هو بالفرحه بالفرحه بينفصل على خلي بالك استاذ هند مبسوطه جدا، اي حد يسيب مراته هيموت، اي حد يسيب مراته هيموت، عاجبها التحليل ده يا جماعه ردونا والله عشان تكسبوا. طيب دكتور احمد خلينا نروح برده عشان دلوقتي بيجري ليه هنا الشق الخاص بقى بتجربتك مع الاهلي، وطبعا كابتن الجوهري الله يرحمه، فاكيد اتعلمت واكيد جيت انت بفتره كمان. يعني
فالكابتن جوهري دي بصراحه كانت فتره من فترات المحببه جدا لقلبي، وكنت انا محظوظ يمكن، واشتغلت مع كابتن جوهري بالحظ مش بال، ما كانش مترتبه، كنت رايح النادي الاهلي الاردني وكان مدرب سوري وجاب مخطط الاعمال معاه، فبالتالي انا هركب الطياره وارجع، فحصل كونتاكت الله يرحمه كابتن سمير زاهر، قال لي كابتن جوهري موجود ومحتاج حد في ال... رحت قابلته في اتحاد الكره الاردني و يعني عمل لي تيست كده، وبعدين قال لي انت شكلك تبقى شاطر يا ابو حميد. كنت انا لسه 27 سنه. المهم قعدت يعني تعاملت مع شخصيه مش عايز اقول لك يا استاذ كريم غير طبيعيه في الكوره في المانجمنت، ودايما دايما اتكلم على الحته دي في اي لقاء او في اي حاجه. الكابتن جوهري من نوعيه المدربين الكبار جدا لدرجه ان هو يديك الحته بتاعتك ويحاسبك عليها. يعني كان دايما يقول لك عكس المدربين، في مدربين كتير جدا يقول لك انا بعمل كل حاجه، انا بتاع البدني وانا بتاع الفني وانا بتاع التحليل وانا بتاع ال... ولو لعيب اصابه انا اللي انزل اكشف عليه عادي. شوف كابتن جوهر بقيمته، وكان تاسع مدربي العالم، وبعرض عليه برنامج ما للعيب احنا باهله برجعه تاني الملعب، فبعرض عليه بقول له كابتن انا هعمل كذا وكذا وكذا، قال لي شيل الورق ده وامشي. وانا لو عارف الحاجات دي كنت جبتك، انت جايب المدرب معانا ليه وبتقبض ليه؟ عشان تادي حتتك. انا بقى حاسبك امتى؟ لما الراجل ده ترجعهولي الاقيه مش راجع، جهز شنطتك وتروح. مفيش فدرس ان هو الحته التخصص. عشان كده دايما اقول لك ان اللي بيفرق الغرب عننا كمصر ان احنا دايما بنبدا متاخر قوي وما بيديش كل حد حتته. الاستاذ كريم فنان فنان ومذيع. انا مش ما ينفعش ابقى فنان، لا لازم ابقى فنان بالعافيه. ممكن بقى يبقى معايا فلوس اعمل قناه واقعد كده احط رجلي على رجلي، هتسمعوني انا تسمعوني. فاحنا القصه لازم تبقى كل حاجه في اطارها، كل حاجه في اطارها بتبقى مريحه. التجربه بتاعت النادي الاهلي كانت مع الكابتن فتحي مبروك، اسعدني اختياره يعني. والكابتن فتحي مبروك من الناس اللي اثروا واثروا في النادي الاهلي، ويمكن الجيل اللي حضرتك شايفه ده، انا بس عايز احط الفضل لاهله، الجيل اللي حضرتك شايفه ده الكابتن فتحي مبروك وما قبله اللي موجود، احمد كوكا، مصطفى، حمزه، الناس دي كلها صناعه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طبعا فكانت طبعا تجربه محترمه جدا وحاجه جميله جدا. والنادي الاهلي فعلا ما بيتاخرش، ما بيتاخرش عن ولاده، ما بيتاخرش عن قياداته في طلب اي حاجه لينا. صحيح. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا والله. انا اللي سعيد بيكم، واتمنى ان احنا دايما نتكلم في التحليل وفي اي حاجه بعد البطولات يعني. تنورنا ان شاء الله دايما. شكرا. شكرا جدا لوجود حضرتك معانا، وبنشكر حضراتكم على متابعتكم لحلقه النهارده. بكره ان شاء الله نلتقي بقى في حلقه جديده باذن الله.